قطعة في متحف الناصرية في قاعة عصور ما قبل التاريخ عمرها من 5000 إلى تقريبا من 5500 إلى 8000 سنة يعني، وهذا شيء مذهل. من هنا بدأت الكتابة، كان الكتابات صورية، بعدين أصبحت هذه الكتابات ما يسمى بالكتابات المسمارية. لدينا كم هائل في متحف الناصرية من أروع وأجمل وأدق النصوص المسمارية للكتابات اقتصادية، تجارية، رياضية. لدينا في متحف الناصرية تمثال حقيقي للملك أورنمو مؤسس سلالة أور الثلاثة الذي حكم عام 2112 قبل الميلاد، الذي يعد أول مشرع في تاريخ البشرية، وقانونه أقدم من قانون حمورابي ب 350 سنة. وما يميز قانون أورنمو أنه يخلو من عقوبة الإعدام. كزائر أدعو جميع الأخوة الذين في محافظة ذي قار وفي كافة المحافظات على مستوى العراق وعلى مستوى العالم، زيارة هكذا متاحف، هكذا آثار لديها جذور إلى آبائنا وأجدادنا القدماء.